عايز بقى ابتدي معاك الحكايه، حكايه محمد من الطفوله وهو صغير. في الاول مين اللي سماه محمد؟ اللي سماه محمد واحده من الجيران كانت وليها طيبه كده. وقبل مولد بيومين جات لي وقالت لي واحد جايني لابس ابيض وبيقول خلي ام عبير تسمي اللي هتولده محمد على اسم ابوه. على اسم ابوه، هو ابوه الاساس محمد، وكان الاسم اللي هو الدلع او الشهره كان حمدي. فقلت لها ده هو مش اسمه حمدي، ده اسمه الاساسي. قالت اللي انا سمحته كده في الرؤيه بتاعتها، سمعت محمد في الرؤيه بتاعتها. فانا قلت للحاج، الحاج قال خلاص ماشي، سميناه محمد بقى. فمن هنا جت التسميه. ايوه. طب عايز بقى بعد ما اتولد كطفوله محمد عبد الوهاب ربنا يرحمه يا رب، احكي لي لما اتولد كان ولد صغير زي الولاد اللي عايزه تلعب كوره وعايزه تخرج هنا وتروح هنا، ولا كان طفل هادي في البيت ولا؟ لا ما كانش هادي. كانش هادي. كان ذكي. ذكي. ذكي جدا. وطفولته ما كانتش عاديه. ما كانتش عاديه، وكنت اللي اشوفه واسمعه منه وارضاش اقوله لحد، كنت بخاف عليه من الحسد. طب ما تقولي لنا حاجه من الحاجات دي. كنت انبهه للحاجه ما يعملهاش. على كده. على كده يعني كان طفل كبير. يعني هو صغير، ولد صغير سنه صغير لكن دماغه كبير. طفل كبير. كان عقله كبير قوي. كنت بشور عليه وهو صغير كده. اشور عليه تاخدي رايه في حاجات. في حاجات ولاخواته، وهو يعتبر كده كان ابونا. كان ابونا كلنا وهو صغير كده. حكايته ايه مع الكوره؟ كان هو صغير كان بيحكي لي دايما ان هو من صغره كان بيحب الكوره جدا جدا، وكان ساعات نوديه يعمل حاجه ما كانش يرضى، يهرب عشان الكوره ويروح للكوره. وكل لعب كان مع شباب كبير. ناس كبيره. كان مع ناس كبيره، وساعات الناس تضايق منه تروح تقطع له الكوره. ويجي يعيط. كانت الكوره دي عملت مشاكل معاه كتير قوي. بس هو ما فيش. كنت بتشجعيه ولا بتخافي عليه وهو صغير؟ كنت بخاف. كان بيروح بقى من ورانا ويلعب. طب مين اللي كان بيشجعه وهو صغير؟ يعني انت بروح الام خايفه عليه، احساس الام، طب مين اللي كان بيشجعه في حته الكوره دي؟ لا هو لما كبر شويه بقى وبقى في اعدادي والكلام ده. ناس في الشارع كانت بتقول لي لا حرام. جاني واحد وقال لي حرام عليك لما تسيبي الولد ده. لازم يروح نادي او يروح مكان يلعب فيه. فوجئنا ان هو متعاقد مع مركز الشباب ده. هنا في مركز الشباب اللي بيحمل اسمه دلوقتي بيلعب فيه. ايوه. فوجئنا ان هو كان بيروح يلعب بالليل مع هناك. وهم راحوا واخدينه وكاتبين اسمه هناك. محمد اتولد هنا في البيت ده؟ لا. اتولد فين؟ اتولد في بيت في مكان تاني. بعناه البيت ده. بعتوه. بس البيت هنا كان متعلق بيه برضه. هنا البيت ده كان عتبته حلوه قوي اللي احنا بعناه ده. طب كان بيحب يقعد فين في البيت؟ انا عايز اعرف كل التفاصيل عن محمد ربنا يرحمه. محمد معانا. كان ياجي يقعد معانا. وكان ياجي يحب السهره بقى، يعرف الاخبار كلها منا. كان بقى ساعة هو اصلا ساعة كان يبقى في البيت كان البيت يبقى فرح. كان بيجمع الناس كلها حواليه. كان حنين. حنين. كان لو عيل غلط. ايوه. ما يستناش ابوه ولا يشور على حد. كان هو اللي يأدبه وهو اللي ينصح. كانش بيطيق. ايوه. طب ايه الاكلات الحلوه اللي كان بيحبها من ايدك؟ كان يحب اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام. الاكلات اللي هي اللحم كده معين. تتعمل بطريقه معينه. كان ابوه بيجيبه. وهو كان يحب ياكل. يقول لي انا ما تحشليش الا اللحم ده. والفراخ ما كانش يقلفها قوي.
كان نحب اللحم ولا السمك ما كانش قوي يعني في الاكلات دي.